ابغى قهوة، ابغى قهوة، ابغى قهوة. ما اسمه راسك غير البر. اي والله العظيم خاب الراشق انت، راس الاسود. عطني مايك يا، عطني صدى. يقول الله من قلب عن النوم محروم وجبن. الله من قلب عن النوم وقلب الرجف بين الظلوعان نحايف غدت مثل اللي بالعدام محكوم ما مات لكنه من العمر عايش ما تستريح العين والبال مهموم لا يستقر القلب ولا يستقر الحال والقلب خايف. طيب سلام جاء الشاعر الكبير وقدير مبارك الصوت الزين، الصوت الزين وشاعر وسمعنا قصيدك ويجينا اكثر في الهنقر ونبي نسمع شيء خاص لنا هنا لابو معجب وخالي كحلان ورجل ضرب. الله قلتها البارح بس نبقى اليوم. الله وحده على الفوق والبار جحات العرف والمعروف ناسينه أمثال خل تنكر واعلن إنكاره يا شين الإنكار بعد العرف يا شينة يا شين. تغيرت نية المحبوب وأفكاره ومنول خابر ديني على دينه يا بنت زرع المحبة يبسة أشجاره وشلون ترجين زرع ما تسقينه زرع الهوى شح ما جفت أزهاره فله وورده وراحانه وياسمينه يا زين عطفك ترى الأيام دوارة يمكن تحمل حملنا ما تطيقينه جرح خافي الوجدان تياره ليتك تحسين به ولا تشوفين ودعتك القلب بجروحه وبسراره داوي جروحه وسره لا تبيحينه القلب من حر شوقه ولعت ناره يا ميت القلب والإحساس والطين. سلام 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 سلام. نبي منك جر صوت يا أنبار. يا رجل ما صوتي ما هو بزين. صوتك زين وقابلك ربي يا أنبار. يعني ما الصوت عند الرجال لا وعند بالدور بالدور عندك وكل كل واحد يعطينا ما عنده. والله انا غنيت والله ارزحها والله ما يبيع اسم والله صوتك انا والله صوتك انا مرفوع وزين. ابي اعطيكم سالفه. اي حلوه سالفه كل سالفه قصيده حلوه. محمد بن فيحان سفاري في الدبل. اسم دور صوت. يقول رجال ما شاء الله ربي يعطيه وكلمه هو كريم وما انصر جاه كل رجل ينصر الله بعد تدري عليه نصر جاه كريم انت بقى والله وفيه رجال يطيعون محمد قلوله من الارزاق من البقاله يوم خلص حمدوه قال راعي بقاله انا والله ما معي شيء عيالي ما عندهم الا الماء انت بالقهوه القهوه القهوه لكن برد لك فلوسك قال راعي بقاله انا لو بسلف كل واحد جاني ما ربحت صدق رد ما شاء الله حملت اللي في البقاله كله رد نص الاغراض والله يسامحك فاثناء كلام هذا محمد بن فيحان عندك كلام جاء قال كم حسابك راعي بقاله قال 50 قال هذه والله يستر عليك روحت حملت كله قال الرجال ذاك يا ولد انت شو اسمك؟ قال الله يستر شيء سويته الفرخ والله يستر عليك روح قال يا ولد والله ما امشي من هنا الا ان تعطيني اسمك قال معك محمد بن فيحان سجل اسم الرجال وروح راحت السنين سبحان الله انقلب حال محمد من رجال من غني الى رجال فقير ما حد يلقى ما يقدم لضيوف راح لحرمته قال انا الرجيت انصاني وانا ما عندي شيء يقدم له نبغى نشد قالت وين شد قال نبغى نروح الحاره زيز بيشد من ديره عشان بيشد من الحفر العرعر ما عاد يقول رجيت انصاني ما عاد القى ما يقدم لهم راح الحاره يوم جاء عند شيخ القبيله هنا الزمهر الرجيم اليوم غدا عشاء غدا عشاء قال والله يغداكم بكره انا عندي ما عندي شيء قالوا تم يوم راح البيت ويتذكر قال انا وش سويت في نفسي انا ما عندي شيء اقدم لهم بكره اقول ما عزمهم اقول ما عزمهم قال تحب ترقد ويسرها الله الصبح يرقد يوم صح الصبح وانه حرم ينظر في الوادي وان واحد ما شاء الله حلال واجد قال تنصر الرجال هذاك ويبي يعطيك ان شاء الله
اخذ منه ذبيحتين يبغى يعطيك والله ويروح للرجال سلام انا قال سبق قال علمي كذا 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 وابا منك ذبيحتين وبرد لك قيمه ان شاء الله قال والله يا الغنم هذه ان هالواحد قال له محمد بن فيحان سمعت انه نزل في عرعر اليوم هذه وادور قال محمد بن فيحان تعرف محمد بن فيحان انا محمد بن فيحان رزقه جاب الله اسالك بالله محمد بن فيحان قال نعم قال تذكر الرجال اللي جاك على الذلول حمل ذلوله من البقال قال الله الله قال هذاك ابوي يتوفى الله يرحمه يعني رزقه الله وقسم حلاله قال وكتب ورقه قال حلال قال محمد بن فيحان توصلون له لو بعد اموت سبحان الله رزقه الله ساقها الله اي والله واجد قطعه ترى كان اي ويوم ساقها الله من الحفر لعرعر عشان يلقى الرجال سبحان الله وراح له يبي منه تبيع على الطيب اي شوف سبحان الله طلعت لي كلها هذه سالفه الجر له سالفه من سالفه سعد سعد بن تيل يوم جتها اختها ظني في بيت الشعر وكان ظني معها جمس ومعها البل ومعها بيت الشعر وجتها ظني معتازه صحح لي يا مبارك تراني ضيع وجت معتازه وقال والله ما يرافقني شيء الموتر لس والله عطاست اني بيت الشعر ما جات الازده الطفران الطفران عنده اي وعطاه ايش عطاه عطاه بيت الشعر ظهر من البيت اللي هو يمرته وعطاه البيت باللي فيه بالسياره وعطاه كل شيء وايش قال يقول ما دام جودات الفيتامين ذراعه فانا طويل الباع ماني مجهول ماني بامير مير طيب جماعه سيف الربع في المواجيب مسلول لا قدموني لا بتظهر ساعه قدمتهم مقدار 15 حول من اخته الا من ابوه اي بس جاته وهي محتاجه معتازه ترى يقول ترك البيت وترك كل شيء والحلال كله تركه كل عطاه لها او هذا وقفه الاخ والاخته والله الاخت تراها والله ما تتعوض الاخت من شعر الوجه نعم اختك عندك يا وحالك ابي مسردي لبيك يلا حيه مرحبا مسهلا كيف الحال بدري ارحب ابو بندر انا جينا وحن بسالفه ما نقطع السلام يا عصيم الطيب اللي حاشت النعم يمناه سلام لعل يومه ما يجي قبل يومي الله احصان نلقاهم من حيث ما لقاهم طول الراسي ومطلق عزومي ما هنطح الكايد جهر واتمثناه واضحك على اللي يترضى من همومي تنصاني عيال الرياجيل وانصاه يقضي لوازمهم ويقضي لزومي زوم السلام انت اثرت علي بيتين هذا غير بيتين اللي حالته ها بيتين اللي يقول مشهورة بيتنا يقول بربعان وجه ملكي أكني ووجه ما وصفات بعد معها أنا استحي منك وأنت تستحي مني وكل منا دروب طيبة يبغاها تراني يجبنك يوم الناس تجبني والناس للناس من يوم الله أحياء يا الله يا أبو ذا البيت أنت ما شاء الله عليك كل جلسة مشتحة اليوم ان شاء الله ما بشحنا بس الرجال يعبر على الخاطر القصيد ترى الشاعر يا اخوي الشاعر يا اخوي انا حست على حاجه واحده يا اخوي ما شاء الله يعبر في قصيده بدون ما يشرح عن حالته الحين لا انا الحين انا مثلا لا كنت انا ضايق يا محمد بيجي عند فلان بشتكي يا ولد انا خاطري كذا انا عاني من كذا انا عاني من كذا انا عاني الشاعر لا الشاعر يا اخوي في القصيد نعم يعبر عن شعوره في القصيد ما شاء الله يا اخوي انا ودي ذا الميزه اللي عندي شعراء عندي انا ما ودي اشكي انا اشكي لله سبحانه عز وجل ودي اعبر في القصيد ابتسي تعال خلني ابتسي تعال واحد من الربع الكلام حمد هادي المسردي شاعر نعم قد توفى من زمان السالفة دي صارت عليه مفطي سير له قطعة ربع معه صار يمكن 40 سنة تمشون عند البدوان ودا يوم جاء حس المغرب قال بميل على ذا البيت تقهوى عنده ونتعشى عنده الشايب ما عليه إلا قطعة بناته كبير عمره شاف ظل قطعة شباب وجايين وحبهم ترحيب بارد قرب النجر وقام يدق النجر ويغني يا مرحبا ترحيب البدو بالذيب اللي لفا يبغى العشام من بهمنا كملها ببيت والله ماني بحافظه رد عليها حمد على طول حمد شاعر مصيبه الرد عنده على طول قال الشايب اللي لحيتها كلها شيء ساعد دخلنا مجلسها ما حسمنا بان الغلط ما فيه شك ولا ريب بان العلم غير العلم يا الربع
مستمع. اول ما قال رد عليه قال انت من انت؟ قال الشايب. قال انا حمد هادي المسرح. قالوا نعم يعشيهم. الله يبيض وجهك. يلا الله وجهك. صح الله لسانك. يلا انا لا عديت قصيده ولا سالفه في تدخل صوت ضعيف. معليش. هذا من العادات والاسلوب اللي عندنا الحلقات اللي مثل الرجل ذولا. الله يوم خمس علمك انا وانا. لو فيك لو فيك ايش عاد تبدون؟ من هذا بحطه من بريخي. ابي احطك من بريخي. اي خدمه شباب. سلام. احطك في بيتك. شو يقول؟ انزل انزل. الله يصلحك. الله يصلحك. بريخي كوي. اي والله محفوفه. واضح انها محفوفه ترى. احنا فهمت حيل الشيخ حيل محفوفه. يا مرحبا محفوفه. محمد خلاك من يستاخذ كعبه. محمد الهيل وي هاوي هنا يا خالد. والله تعال انا بيبغى افتح. خذ ما تبع. عندك الهيل وعندك المسمار وعندك ما تبي انواع واشكال. وين بغيت سكر مع القهوه تحط سكر مع القهوه. لا لا ترى تزبط يا خالد. سكر ما حط على الشاي. مشتاق شبن الثاني. تبغى شيء لا في سمعه ثاني مش هذه. هذه توصلتها محمد من وين بس مكمل على غير طح. يا ابن اخي كل كبير وين تاكد السمين. كيف طاب؟ هنا فجاه سدك. كيف تعرف انه طاب؟ جهز لا محمد هذا اليوم تعرف ان طالبينك قاعد تجمع طاقه لليل. جبني اقنعني اقنعني انتظر في الليله. يا ابو ملحم احنا مجهزين الليله ان شاء الله كل علم طيب نسرب. اشرب الجديد اليوم حصي والله. الحين اليوم نقول مقنبع الليله مقنبعت على رجل وساق. سلام مع ابو ساق كلها فرقوا النشامه من مجالسها. لا لا اعرف انت اليوم شوف الجلسه كذا كثير جالسين لحالهم ما في لها بشيء. انا ايش فيك؟ انت قد ما حد طالب منك شيء. هم جيت ابرز عنده عنده مفاجاه عنده حصريه حصريه حصريه. مسوي انا الحزين ولا ايش؟ كفو مبارك. انا من اليوم انا مشعل. ايش عندك؟ كفو لذلك احسن من كذا. انا من اليوم انا شعل المشعل. متعب متعب. ها؟ ليله منو؟ مسوي الحزين ولا ايش؟ ليله من اليوم انا مشعل. ليله ليله تخرج يعني احاول انك كذا. ابشر باللي يرضى. يا لبي ابشر على خشم. نعم حبيبي نعم. شو مجهز لنا؟ شفت هذه المره اللي يقولها ابو اليوم يا خالي اللي نعم. شو مجهز لنا الليله؟ ترى لا لا مالك الا يمنسك. لازم نونسك. تعال تعال. انا ترى اسولف معكم كذا يا عيال عشان بس نروح اول شيء قبل اعطيكم شوي دافع معلوم. الهداوي ذي ترى ما شبعان النوم صح ولا لا؟ ما هو شو؟ طيب تعليق شوي انا مصبح انا الحين اكل ملابسي دقيقه. لا ما في من يوم تقوم محسوب عليك الوقت. ابن اخر عارف 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 اي اي محتوى هذا برتاح هذا. سعد انت وقت راح تطلع صح ولا لا؟ ما تبون والله تناموني واجيكم وانتبهوا من الغازات احنا نفجر. هذا انا دور مصلحه. هذا اهم شيء دور مصلحه سلطان. حول بعدينك يا سلطان اكرك علوم عشاء قوى واجد سوينا كرك بس. هذا براخي يا لبي اليوم هذا حزبتك يا مري يا مري. الله وجهك الله يصلحك. مدعين عليه اللي تشوفونه هذا. كذب ما يبغى. لا يستجيب لا يسرق لا يستجيب. كنت عيشه؟ أبي شوفه لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة. المسك فوفه كان أشوف السلوك تحت. إن شاء الله تطلعون برايم وتشوفونه إن شاء الله. أنا متأكد اقبست على الجوال هو الكستاب الحين خالي واحط عليها فيتين يا الله. ابو عبيد وش مجهز لنا ان شاء الله الليله؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا خالي. اوه اثنين ابو عبيد. لا في تنافس بينكم. واو في تنافس. المايك موجه لك يا ابو عبيد. خالي نواف العرماني
وش مجهز لنا ان شاء الله الليله؟ اليوم اشوفك هادي واضح من الهدوء هذا. شغلنا انا غسلت اللي طرحت معي يا اخوي. انت بنت يا خالي، خالي لا تسوي شويه تبع البيت البارح. هذا خالي وش جاب نجا خالكم؟ نجا خالك كل بالعرب خالي 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 كلكم خوان بدون ما يدري خالي. خلونا نتحمسون يعني شيء حلو ان شاء الله. خلاص طقمك كذا. ايوه تقول شيء مناسب بنفس التوقيت ولا قبلها؟ يمكن قبلها وبعد. قول قبل عشان اعطيني فرصه يمكن انا اقدم شيء قبله. يعني فرص واحد خلاص. وانا جديد اليوم واضح من هدوك جاي شيء جاي الليله شيء بس المره هذه غير الصحه. كفو والله كفو. ايه يا شباب بيكم كذا متحمسين انتم كذا افضل. لا عطها ابو مستر المايك موجه لكم. اشوف الهدوء هذا وكذا ما انتم مقدمين شيء. وش بيقدمون الليله ان شاء الله؟ سمرة أمسينا أوه عشو أنا الحلو ولا النظارة؟ لبس النظارة. هي ذا الجلال اللي شك فوق واملاك حدر ما نفسك بحضنك مكرى العباد. سعد شو الاشياء اللي حمول ديك من اللي بي نلعب؟ سعد الا انت بحاجة من عبد سعد بحاجة من كفر. شباب في رحلة شباب في رحلة شباب ايش؟ تعال تعال استريح. ايش تقول؟ تعال تعال عد اعذ بالله. تعال يا رجال احس في ذبك يا جيتني وي. انا ذب عليك انت؟ لا في ذب ترى عليه خصم الذبه. انا ذب عليك انت؟ تعال اسرع انا ذب عليك. طيب يلا يا الربع ما زمان تروح نبي نحيي جلستنا. مرحبا بما انك اي ذب ليال. تعال تعال بنت الله خلنا نحييه. انا احنا ما تغدينا. ما تغدى مسوي غدا ما تغدى. ما تغدينا يا الربع. جاء نص حبه قبل شوي الغداء. ما كان النص الثاني خلاص. تعال تعال ايه تعال تعال خلاص. يقول اربط الريش عندنا هنا. عطني 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 تمر. والله يا فمو ولا اجيكم شيء تمر الخارج. يقول انت يقول هذا انشروه زحمه. الخير زحمه انشروه الخير انشروه خلوه عندنا. فتح يا ورده. كم اربع كلمات مسلسل. الكلمة الثانية هنا ولا كل العموم 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 غير انشر. اقدعوا اقدعوا علي. هات هات هات. يلا دقيقة بس. صدقت اول الليل البارح عطني انت عطر تمر رحم والديك معينا لا غدا ولا خير ان شاء الله. لا لا كركره 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 ادله ما عاد بقى فيها الا شوي انشروا. لا لا خطر خطر تصرف غير حضاري. يعني حضاري تصرف بدوي. خطر من اجينا خطر. اختر تمر ولا دله. شو اسمه انا سبيك كلمه شوي قهوه من العيال اللي جينا. لا كلمه تعلموا طبخ. اي اليوم فاز والله اللي غسل ولا يجي الموثقه. اصبر اصبر انظر 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 شو العلوم والاخبار ابدان. لا والله تمر بيشه لقوا شيء زين والله بخير. الاجابه هي نوار شير تمر ذا زين اكل منه ما رقدت الا عقب الشير تمر الخير ما جاني نوم. ما تقلب اتجلى تقول خلني داب. تبغى صفجك تبغى صفجك خسر فنجيل. انت انت اللي عنده فنجيك وفنجيل اسلم ولا لا تقهوى من فنجيل يا انس. تحلمت وراح بالطريق. جو 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 جو. الله يعين نصبر الامس بالتمر. ودس ودس بس تبي تصير ينفخ يا بعد روحك يا نواف. حط في بطني معروف. اي هذه يمشي كيف يا نواف اعطيك 5 ريال. اي قرص هذا ولا شنو؟ هات هات قرص ولا شنو؟ سلطان اعطيه حمر اول مره. اعطاه اعطاه جاي سلطان سلطان خسرك كله. اعطاه نواف نواف يا اخوي قهرني. العبيدي انا ودي ارقى فوق هناك احلى.
انتم ودي ارقى فوق. انتم كذا يا خال خال كذا انتم ليه عويد زايد ايه احنا لا مجمع 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 لين تقابل بس خلك انا بزايد عندك ليش علام وين خلاص خلاص ما ذكرنا ما بس والله ثقه بس انك عاد احد على واحد من عمرك خلاص ما ابو كيف حاول انقطع يا ويد انقطع جدد على طول خلاص خل جدد نقول رجال ملك اللي معروف جدد التمر عاجبك نبي لا يا بينحرج وين التمر بسم الله قوم ها اللي تبي قوم بعد معزوم عند ربع هناك نعم صدق عجل عجل انا طرقي طرقي ما طرقي انت وش سوي نقضيها قهوه عين الغدا ولا رباعه ما منام في الوقت والوقت خدا انا بجدرنا من لا يا لا كان ليس العب المنقوز واحب الرواح ما نام في الوقت ارحبوا رجال ارحبوا عشبوا ابقوا سلامكم احلى منك جي اجلسوا يا رجال بقدم قصيده قبل ريحوله اسلم من كثر الحكام اللي ما داعي والقهاوي الحين غير بدال الهراش توكني داب اسالك بالله جيت كل شيء جيناك جيناك نبي قهوه سلطان هات شوف انا ما ارقد الا هذا سلامتكم سلامتكم الله يبقيك ويطول عمركم هاي 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 اضرب والله كان في واحد يتكلم ما خلانا ولا سؤال اتول اسمع اسمع صوته ولا نبي اشوفه صوته ولا شو احد الله اكبر الله اكبر جاي ورد اجلس يا رجال خلاص كان لبيه وازع يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا حي موسى يا ولد عمي ولد عمي الذي ولد الله الله لا ادري اسويها تقع والله يا الناس ما تعرضها النار اسلام يا ابو مسعود السلام عليك انت العرب كلهم من مع هذا الجوزي لا 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 عود كل كنترول صدى كنترول اسلم اعوذ بالله اسلم محمد طريقه وجهه الله يجزاك اليوم الله تقام حسنا معك رايي عاد والله يا سلام انت خالي انا من امس اشوفك معي مع ابن اخيك الثاني اخيك اللي برا فيك ومغرب لكن من اخي مير حتى العيشه حتى ما تبسط زين مالك صبر كان خبص العيشة حتى العيشة ما فيها ملح حتى من يوم شفت تعرف بس على تسوي مكرونه وانت مستغني عني ما علي يا خالي ما علي من غشش علي يا خالي والله بتشوف من ابن اخيك اللي كان يبر فيك ابن اخيك اللي كان ما علي يوم على الجنة بنيته على الأوتاد وصرح الشعر والشعر والجزل يفدى وليعترضني عاذل للعرب نقاد أقول اطبق ترى روحي بعد ملك يمنى سلامتكم سلمت يا من اول ابو غزل من اول قلنا لك نبغى غزل يا ولد يا ولد ايش الصوت الحلو هذا ها والله بسم الله عليك ما قلت علامة تخلص يا اخوك الله لبيه ما شاء الله شوف الصوت اليوم بس مره واحده والله صوته جميل والله صوت جميل يا اخوي هذه لخبطه هذه لخبطه المشاعر نبره عندنا نبره يا ولد هذه اخبال المشاعر نبره مشاعر حتى انا مشاعري تلخبطت الحمد لله الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا الله الحمد لله 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 الحمد
عليك اللوم وانا اللي علي اللوم في ذمتي ذمه. شيل الحمل منه، اشيل الحمل منه احطه علي واقوم مقابل يورد ضام المال الجمه. اشيل الحمل منه احطه علي واقوم مقابل يورد ضام المال الجمه. لكن سامحني ترى العلم فيه علوم ولا يفرح اللي بيننا ينقل النمه. حصل ما حصل، حصل ما حصل، والعبد يقفز على المقزوم يصير الزمان ويخلف العزم والهمه. طرت الرجل لا لاحقه من الزمان هموم ما يدري بسد كون خيمة لي عمه. في واحد حزين يا ولد والله. اطلق العنان بس، اطلق العنان من اول. بس يا بندر بس يلا تمام. اطر 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 يا اخوي، خلاص يا اخوي ما اقدر من امس سوي غدا اليوم والله. ولد ركه وين بعد سوي غدا اختفى. لا لا كل نريح الا هو ذا شايل هم. بعدين راح يرقدون اخويانا انا وياك. خلاص بعد العصر انت مع انس؟ لا انا مع محمد. هذا العظيم حرام الحنجر ذي ما تغني. حرام حرام اي والله. تعال تعال كل من تمر بيشه والله لين حلقه. ابو بندر اطلع يا اخوي اطلع. صلحت صوتك اليوم وجيت صلحت صوتك اطلع. ما ضبط الصناعيه ما ضبط الصناعيه زي صوتك اليوم. لو انك حاطه الوكاله كان جيت خلاص. يلا يا ابو ما تعبت حطها شيء بالله. حتى صدق اظن يا متخرج الساعه بنطلع فيها التمر. خل نحطيها الحين الماء نحط فيها عطنا شط. خلاص منك تقاوم منها كلك. خلاص لا 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 خلاص يلا بحط فيها التمر. خلاص جبنا قهوه الساعه الحين صار عام كرك. يلا تقهوي الساعه خذ معنا كاسه كاسه فيها. ارجع ارجع ها العلوم يا الربع علومكم. اسلم 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 اسلم. يقول زماني تضيق وتنفرج ما شكيت الحال اعرف الشكاوي للبشر ما بها طاله. زماني تضيق وتنفرج ما شكيت الحال اعرف الشكاوي للبشر ما بها طاله. انا اشكر الهي كل ما زانت الاحوال وانا اصبر على وقتي لمن شانته احواله الدنيا الى صكت من الجال لين الجال سجدت ودعيت اللي على العرش من زال. سلامتك صح وجودك. ما شاء الله تبارك الله. الشكوى لغير الله مذله. هذا تويتر 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 هذا اللي طلع ثلاث ابيات اربع ابيات بس انها تجي حلوه. لكن جميله 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 جدا. أنا أرحبوا سلام أرحبوا أهل الجار على أرض يل كفو يا نوم عيني عاشو. يا مرحبا ما سلم سلم سلم. أقلط ولا أنت بضيف يا غلام من الضيف. أقلط شلون بو اخذوا اخذوا لمن اخذوا خلينا ناخذ علوم العساس. يلا حي هذا عليكم المر اعطونا شلون 5 دقائق ما دام جالسين عندهم. عيال تراكم كان كذا لو اسمع ذي نفداك يقول اقلط ولا انت بضيف يا غلام من الضيف. الدار دار اللي ملاها حنينه. سولف معي وبغرق معك في السواليف موج البحر عاتي وينحت بناع السيف. ابغى ابغى السلامه لو عليها تكاليف. ما ابغى البحر لو الجواهر ثمينه. سلامتكم. لا بحطها على الراحه. سلام مرحبو يا شباب. الله يمسيكم بالخير. مساك الله بالنور يا مرحبا. بس نبي منكم بس دقيقتين
عليكم الله. بس خمس دقائق. خذ العمر كله، العمر كله. من يقول؟ بسمع. الرجال هذا يبي يتشكل، وين فارس؟ فارس تجمل بالرجال هذا. والرجال هذا يبي يتشكل. كفو. بيضاء وجهه. اول ما اظهر من عند القريه حاضر في السناب يعني جمالته. اسمع عطنا العلم شربت انحشوا من فزعه انحق فزعه يا الربع والله انه حرضه زين يا فارس وش شو اسم الرجال هذا؟ شو اسم الرجال هذا؟ لو ابو مرزاء فرزان او فرزاء اقول انحاشوا من فزعه فارس ترى فارس حرضه اسمع الكارثه عليك اهو من انه يفزع اقعد انت علي فارس والله انك حرضه لا ها شفتوا ها شفتوا ها شفتوا عندي غدانا مو حلو يا ولد عطونا صح انا اه يا فارس أنت تغدى